ما شاهدتم في الفوتومونتاج مكان، ونبدأ بالكتاب وتوقيع مشترك ثلاثي لدار أطلس بعد فاصل آخر خبر. هو آخر خبر، وإن حصل يوم الاثنين فمن الجميل أن يكون خارج معرض كتاب اجتماع لكتاب وقعوا كتبهم بحضور جماهيري. لن نراه في المادة القادمة لأننا ركزنا على الأهم وهو الكاتب وكتاب الكاتب، ولأن الحاضرين لا يحبون الأضواء طالبونا بعدم تصويرهم، واستجبنا لهم كما نفعل دائما محترمين رغبة المتلقين. فنحن هناك لنرصد نشاطا ثقافيا اعتياديا في دمشق، ولنبارك للكاتبة ريم حبيب روايتها الجديدة سفاح الذكرى، وللكاتب فادي قشقجي روايته الثالثة الحاكم بأمر الله، روايتين جديدتين جديرتين بالقراءة من خلال تفاصيل عرفناها عن كل منهما. سفاح الذكرى هي قصة فتاة من المجتمع الريفي تعيش تجربة تقمص تسقطها على حياتها، وتكتشف من خلالها رغبتها نتيجة الرسائل الغرامية التي تقع بين يديها بالصدفة وتقودها إلى المدينة، حيث تقرر أن تعيش تجربتها الخاصة بكل أبعادها بين مجموعة من الشباب الجامعيين الذين انغمسوا بالنشاط السياسي وانعكس على حياتهم سلبا وإيجابا. أما رواية الحاكم بأمر الله فهي قصة تدور في زمن حكم فرانكو لإسبانيا، تشير إلى عدد من الأصدقاء يلتقون في ليلة بعد انقطاع سنين، لتتحول تلك الليلة إلى محور أساسي للرواية التي تصور المرحلة السابقة واللاحقة لها بكل تداعياتها، وصولا إلى المفاجأة والحل والبحث عن الحقيقة. إذن روايتان في زمن الصورة تستحقان عناء القراءة والذهاب إلى حفل التوقيع لتسجيل تصريحين للكاتبين السوريين. روايتي بتحكي عن مرحلة الثمانينات، عن الحراك السياسي والاجتماعي لمجموعة من الشباب والشابات خاضوا تجربة بكل جرأة، كان لهم شرف المحاولة، والرواية مثل الحياة بتحتمل التجربة. أكيد بكل مكان بكل زمان في حضور للكتاب، في حضور للمبدع، في حضور للحقيقي بالحياة، بالسياسة، بالاجتماع، بالأدب، دوما في حقيقي وفي زائف. طبيعي طبيعي في حضور للكتاب، نحن متفائلين. هلا يمكن الحدود صارت غير آمنة وغير واضحة بين الزائف والحقيقي وبين الجهل والمعرفة، إنما بوجود ناس مخلصين للأشياء اللي بحبوها بفتكر منرجع رونق الكتاب والإبداع. القراءة لا تنتهي مهما كان فيها أزمة، مهما صار في تراجع بعدد القراء وبالأهمية الكتاب، بس الكتاب بيظل المادة الأكثر خلوداً. إذا كان بدنا نحكي عن فكرة الاستمرارية أكثر أكيد من الدراما مثلاً، زائد إنه الكتاب بيعطينا هامش حرية أكثر بالمواضيع اللي ممكن نتناولها. نعرف إنه بالدراما عنا أنواع متعددة من الرقابات المحلية والعربية وإلى آخره، فبتظل الرواية مادة أكثر رحابة ومن الممكن تناول المواضيع فيها بشكل أكثر عمقا. فما بعتقد أن الكتاب ممكن يكون مادة قابلة للانتهاء. الاثنين أنا برأيي مهمين جدا، ما بدي ضل متعنت مثل ما كنت متعنت عند فكرة انه انا لا بس روائي، لا بأس باني اوصل لجمهور اوسع من خلال التلفزيون، خاصة اذا عم اقدم مادة انا اعتقد انه عم حاول فيها اعمل شيء افكار يعني نوعا ما بهمني توصل. بس بضل الرواية اكتر استمرارية، اكتر امكانية للعمق، واكتر حرية بالنسبة للكاتب. مبروك للكاتب فادي قشقجي وللكاتبة ريم حبيب هذا التوقيع، ونتمنى لهم المزيد من التقدم. مشاهدينا، كما لاحظتم من الفاصل بنهاية هذه المادة وصلنا إلى زاوية بخدمتكم. أما مستمعينا في كل مكان عبر صوت الشباب FM، إذا كنتم
من ركاب سيارات الأجرة أي التاكسي ابقوا معنا الآن لأن بخدمتكم اليوم تخصكم. ما هو وضع سيارات التاكسي في دمشق؟ ما هو وضع سائقي التاكسي بعد عدد من مواد الصحافة الإلكترونية وسواها التي تناولتهم بأساليب مختلفة أقلها عدم الرضا عنهم؟ ما هي علاقة الراكب مع السائق؟ وهناك من يتحدث عن حالات طلب فيها سائق التاكسي مبلغ 300 ليرة من البرامكة لباب تومة مساء يوم جمعة، والسبب أنه يوم الجمعة تكون فيه عدد سيارات التاكسي قليلة، وكذلك تكون معظم السرافيس بعطلة عم بتكزدر على طريق المطار إجمالا. لماذا سيارات التاكسي في دمشق بلا مكيفات ومن أعمار قديمة وأنواع المهم توصلك؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ كلها أسئلة ممكن أن نضيفها لأسئلتكم التي نتوقع وصولها عبر الإنترنت أثناء استضافتنا للمهندس هيثم ميداني عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع النقل، بعد المادة القادمة مع ركاب تاكسي رصدتهم كاميراتنا وقوفا، نعم وقوفا وقوفا كالأشجار بالانتظار. خليكم معنا. شو رأيك بخدمة التاكسي بالشام؟ بعتبرها معقولة وتخف زحمة العالم شوي، سرافيس ما سرافيس. والله زينة مرات بس ما بيمشي على العداد. يعني لو يعني التزموا بقانون يعني حتى سعره مناسب ومريح ومتوفرين. والله خدمة يعني سيئة تعبانة كتير لأنه بياخذوا زيادة وبيروح على مناطق يعني ما بيكون يعني الراكب ما بده إياها. بدوروه شو اسمه مناطق ما بده اياها مشان يصير العداد اكثر. يعني عم نعاني كثير من هالخدمه هي، يعني خدمه تعبانه وسيئه كثير. والله ما كل العالم عم تركب مكره تقريبا. والله سيئه. ليه؟ مثلا بدك تطلع على منطقه يعني محدده، مثلا قلت له على كفر بطنه يقول لك لا طريقه عجر، ما انا بدك ما بدك الله معك انت حر. بشكل عام طبعا والله ممتازة يعني وأسعار عادية والله ممتازة. لأنه أسرع من السرافيس أولا، يعني بتلبي الواحد يعني سرعة المطلوب اللي هو بده إياها. أرحب مباشرة بالمهندس هيثم ميداني عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع النقل. أهلا وسهلا فيك. أهلا أهلا. مباشرة بيروح واحد ذهنه لشيء إحصائي بعد ما يسمع اللي سمعنا من أنه ما في تكاسي، أنه ما في خدمة جيدة، أنه كذا. عدد سيارات تاكسي بدمشق هل هو عدد كافٍ؟ بالحقيقة أنا برغب كمقدمة لموضوعنا اللي بدنا نبحثه هلأ وبشكل معمق، أنه أضع الأخوة المواطنين وحضرتكم ببعض الأرقام الإحصائية. معلومة مساحة مدينة دمشق 10,000 هكتار، من بيناتها 3,000 هكتار جبل ويبقى 7,000 هكتار اللي عليها الأسواق والطرقات وما تبقى. في على هذه الرقعة يعيش في النهار حوالي 7 ملايين إنسان. صح، هذا يعني عدد كبير جدا. عدد السيارات والمركبات المسجلة في مدينة دمشق 480,000 سيارة. عامة ولا خاصة ولا بمجملها؟ بمجملها. نعم. بمجملها. إضافة إلى الريف فبيصبح العدد أكثر من 500,000 سيارة. نعم. وهذا عدد كبير جدا. بالنسبة لعدد سيارات التاكسي اللوحات العامة، نحن بدمشق مانحين بحدود 24,000 سيارة، ويدخل أيضا بها سيارات مدينة ريف دمشق، فيصبح الجميع بحدود 33,000 سيارة عامة تعمل بمدينة نتكلم دمشق. نتكلم عن سيارات الإجرة ذات اللون الأصفر. تمام سيارات العامة. الفانوس العامة. تمام اللي على فانوس. ما بدنا نحكي هلأ، ما رح نقرب على المكاتب وعلى كذا وإلى آخره. هدول 33,000. 33,000 سيارة تعمل. هو عدد كافي؟ عدد كبير جدا، ولكن هذا العدد يعمل بشكل غير منظم جدا. هذه مشكلتنا نحن. كيف هذا العدد؟ كيف؟ على سبيل المثال إذا وقفت أمام محافظة مدينة دمشق في الساعة 10:00 تجد بأن عدد السيارات الصفراء المتحركة يمكن أن يكونوا 80 سيارة بالساحة. نعم. فقط 10 سيارات، واللي بكل سيارة يوجد راكب واحد،
وهناك بحدود 70 سيارة فارغة تتحرك تشغل الطريق، تسبب أزمة مرور ولا تقدم الخدمة المرجوة منها، وتستهلك طاقة وتلوث البيئة. فإذا يجب علينا بالحقيقة أن ننظم عمل هذه السيارات. نعم. أما هذا كعدد فهناك كيف؟ هذا مسؤولية مين؟ تنظيم عمل سيارات التاكسي. عملية النقل في داخل مدينة دمشق بالحقيقة يشرف عليها لجنتين، لجنة نقل الركاب المشترك ولجنة السير الأساسية، وهناك مديرية هندسة المرور وهناك فرع المرور. كل هذه المجموعة تعمل في تنظيم المرور في داخل مدينة دمشق وتشرف على عمل هذه السيارة. ورغم ذلك هناك هناك ازدحام. صحيح. وهناك قلة في عدد التكاسي. صحيح. رغم أن العدد كافي. صحيح. ورغم ذلك هناك الكثير من القضايا، لكن إذا يعني أنا بدي أتجاوزه على مضض لهذه النقطة بس مشان لحق باقي النقاط. طيب مواصفات هذه التكاسي، هل هي مواصفات جيدة؟ أصدرت محافظة دمشق قرار في بداية في مطلع هذا العام، نحن نرغب في تجديد أسطول التاكسي في مدينة دمشق. نعم. فكان هناك قرار بإيقاف موديل قبل 83 لغاية الشهر السادس من هذا العام، وعندما نصل لشهر 12 ينتهي عمل الموديل اللي قبل 2000، وبذلك يمكن تجديد هذه السيارات. يعني أي سيارة قديمة يعني لشهر 12 هلأ يجب أن تكون كافة السيارات موديل قبل 2000 خارج الخدمة. هذا الحكي حقيقي؟ عم نشتغل هلا. اذا جيت انت ما بقى تشوف بالطريق موديل 83. طيب هون بقى بدنا نفوت على النوعيه. تمام. هلا مو كل نوعيات السياره بالضبط. اللي بعد ال2000 في 2003 في انواع سيارات بدون بالضبط. ما نسمي يعني بالضبط بالضبط يعني كمواصفات يعني ما بدنا نحكي لا مكيف. تمام. وهي عباره تمام. عن انه يعني بس وصلني من اجل سلامي. من اجل تحديث هذا الاسطول. نعم. وضعت شروط، يجب ان تكون السياره ذات تعرف بوز بيسموه للمحرك، وهناك مكان للأمتعة، يعني في إلى خلفية يمكن وضع فيها الأمتعة. يجب أن تكون هذه السيارة لا يقل الاستطاعة تبعها عن 16600 سي سي. لكان حد الأدنى. طب حقيقة على أرض الواقع الأدنى. أستاذ هيثم ما عم نشوف هذا الموضوع، يعني السيارات الهاتشباك كلها عم تشتغل تكاسي. تم منح هذه الأمور كلها اللي عم تفضل فيها قبل عام 2010 اللي أعطيت التراخيص لهذه السيارات. يعني هلأ السيارات اللي عم تشوفها بالطريق ماشية هذه لح توصل لوقت لح توصل لوقت سوف تزال من الخدمة، ولكن نحن في مجال تطبيق القرار. كل سيارة موديل قبل 1983 خرجت من الخدمة حتما. متى لن نشاهد هذه السيارات؟ يعني هلا نحن لنهايه العام يجب انه كل سياره قبل موديل 2000 ما لح بتوجد. ليش؟ لانه اصبح للسياره الان مواصفات السياره العامه، فيها يجب ان يكون فيها مكيف. يجب ان يكون فيها مكيف بالضروره ويعمل يجب ان يكون يعمل. طبعا مراقبه هذا الموضوع في هناك جهات مختصه بمراقبه هذا الشيء. ايضا يجب لهذه السيارات ان تكون بالحقيقه مثل ما ذكرت لك باستطاعه لا تقل عن 1600 سي سي، وتتمتع بمكان للمحرك يعني في لابوز، وايضا مكان لحفظ الامتعة. ايضا هذه السيارات التاكسي عمليا وفي كل العالم صباحا قبل ان تنطلق يجب ان تمر على جهه مراقبه وتمنحها تأشيرة بأنه جاهزة، إن كان من حيث الفرش إن كان من حيث النظافة. هذا سيتم لدينا؟ هذا عم نشتغل عليه نحن الآن. نعم. نحن الآن في مدينة دمشق يعني كل نعمل على هذا الشيء. يجب أن تذهب لكي تأخذ موافقة من يعني جهة أثناء المرور. نعم. صباحا أول ما بده ينطلق. هلأ نحن نكتفي بالحقيقة بالكشف على السيارات عند الترسيم. هلأ شايفين التكاسي اللي عم يسمعونا بالراديو أنه عم بيسوقوا هلأ كون على صوت الشباب بده يقولوا أنه ناقصنا نحن تعقيدات. ما هو تعقيد هذا الحقيقة للمصلحة العامة. احنا هذا نحن نعمل للمصلحة العامة. يعني بدمشق إذا كان هناك كما ذكرت يوجد 32 ألف سيارة تاكسي، يعني 32 ألف سائق، ولكن عم يخدموا 7 ملايين بني آدم. صح. 7 ملايين. فنحن بالحقيقة حريصين. بس كمان القدرة الاستيعابية لطرقاتنا بتتحمل. يوجد هناك وسائل تانية. طيب. عندنا منظومات النقل الجماعي وعندنا منظومة الميكرو. هذا له حديث ثاني. المخالفين من السائقين والمخالفات كيف بتم التعامل معه؟ كيف بتم رصده وكيف بتم التعامل معه؟ عمليا فرع مرور دمشق هو المكلف برصد هذه المخالفات. يعني نحن عندنا مخالفة السيارة إذا كانت مترسخة
عندنا مخالفه اذا السياره مضروبه وما لا ما ما لا ما صار لها صيانه، عندنا مخالفه اذا كانت السياره في الليل ماشي واحد اضويتها مشغل، فاذا هناك هذا قانون سير يعني قانون بس احنا عم نحكي تطبيق قانون السير، عم نحكي بالخدمه العامه. يعني انا اشرت لتاكسي واثنين وعشرة وفاضيين وما وقفوا في لي. قانون السير هناك فقره عدم تلبيه الراكب، طيب هناك في فقره اذا ما لباك هذا الاخ صاحب التاكسي فيمكن بالحياه تقديم شكوى ويمكن معالجتها، ولح بتشوف انه في هناك معالجه. اخونا الراكب لح بشوف كيف بتتم المعالجه وبشكل سريع. بس انا اللي بدي اشرحه موضوع كتير هام. تفضل. يا اخي الصناعات الكيميائيه بسوريا بتشغل 7% من الاقتصاد. طيب تعرف النقل هلا بشكل تقريبا 18% من الحركه الاقتصاديه. إذا كان 7% ساوينا لهم جامعات وكليات ومعاهد وما حدا بيشتغل بهالموضوع إلا ليكون معه شهادة، نحن في قطاع النقل إلى الآن ما هيئنا الأشخاص اللي بده يشتغل. يعني يمكن عفوا أنا وياك بنقول هالكلمة، هلأ حضرتك عم تنتقد يعني أستاذ هيثم. لا ولكن نحن نضع الخطة، هلأ أنا وضعت النقد ونعمل عليها الآن. لأمتى؟ نعمل عليها الآن. يعني قديش في وقت؟ يعني نحن بدنا زمن يعني وقت. نحن نتوقع بالحقيقة على سبيل المثال كنا بدنا نبدل منظومة كاملة للنقل داخل مدينة دمشق، ننتقل من الميكروباص إلى الباص النقل الجماعي خلال هذا العام على سبيل المثال. ما ضبطت في عنا طبعا في عنا ظروفنا معينة. طيب. لدينا ظروف ما في عندك ممكن. وقت محدد حتى نغير أما أصبحت الآن نحن السيارة التاكسي يعني يجب أن تنضبط لأنه أصبحت الآن شغلتها اللي يمكن ما له شغلة وهذا ما بجوز. طيب. هذا الشيء ما بجوز. سنتابع حوارنا بعد أن نستعرض نتيجة سؤالنا الاستبياني لليوم وهو يخص موضوع بخدمتكم. السؤال الاستبياني اللي راح تشوفوه على الشاشة، هل يرضيك تعامل سائقي التاكسي معك، نعم أم لا؟ نتيجة السؤال الاستبياني فينا نشوفه هون بكبسة زر، هو صار له أكثر من يوم. 76% بيقولوا نعم يرضيهم تعامل سائقي التاكسي معهم، و 24% بيقولوا لا. وهذا الشيء بيبشر بالخير يعني انه وضعنا المصوتين بتعرف نحن كمان شعب يعني طيب بحب التعامل مع سائق التاكسي، وسائقين التاكسي عموما يعني هن كمان ما بيردوا ورا المشاكل، وهذا الصح. شريحه من هذا. عندك تعليق على نتيجه الاستبيان؟ لا لا انا اذا كان اذا هذا النتيجه فهو بالحقيقه نحن صار له اسبوعين السؤال المشرفين على هذا الموضوع، فهذا الشيء بيسرنا بالحقيقه. يعني لا يحق للسائق اختيار زبونه؟ طبعا هذا معيبه. السائق شوف السيارة بسموها السيارة يمنح ترخيص للعمل. لا. الترخيص معنى ذلك بدك تخدم كافة الأخوة المواطنين، كافة الركاب اللي بيطلبوا منك الخدمة. هذا معنى الترخيص. ولذلك نحن اللي بنأمله دائما من أخواننا السائقين واللي هم من أبنائنا وأخواننا أن يكونوا بالحقيقة عند محل الثقة اللي بتضعها كانت المحافظة أو جمهورهم أو المستخدمين للسيارات التاكسي. هذا اللي بنأمله من هون. أما خلينا نخلص من موضوع أنه والله أنا راكب الآن سيارة الساعة 11 تعبت رحت على البيت شفت صاحبي قلت له خد السيارة وطلع فيها شي ساعتين زمان، هذا الشيء ما بجوز عمليا. هذا الشيء ما بجوز. هل نستطيع أن نقارن أنفسنا من حيث يعني نوعية يعني هذه الخدمة بالدول المجاورة على الأقل؟ والله هناك بعض التقصير، ولكن نحن نعمل على تنظيم هذا الشيء. نحن نعمل وجادين بتنظيم هذا الشيء. يعني نحن أبدا ما بيهمنا يكون ولا بنرضى أنه تكون هذه الخدمة فيها أي خلل بمدينة دمشق، ولذلك نعمل وبشكل جاد على أن تقدم خدمة السيارة التاكسي بالشكل اللائق والمريح والذي يحفظ كرامة الراكب والسائق. اللي عم يشوفونا على الفضائي السوري عم يسمعونا على صوت الشباب بالوقت المتبقي لهذه الزاوية قبل موجز الأخبار، بإمكانكم إرسال مشاركاتكم الحية عبر الإنترنت على هذه الفقرة. أيضا طيلة مدة البرنامج بدي حاول فوت شوف قديش عندي مشاركات على هذه الفقرة، أسا ما وصلني مشاركات حقيقة بتخص التكاسي تحديدا، لكن هناك شكوى أن أسعار المحروقات
عالية جدا وما يخص البنزين، فمشان هيك اصحاب التكاسي يبدو اللي باعتها سائق تاكسي عم يفترض انه نحن عم نضطر، العداد عم يظلمنا. موضوع العداد هذا فينا نحكي عليه بشكل سريع كثير. موضوع العداد بالحقيقة عندما وضعت البرنامج للعدادات تاكسي وضع ونظم هذا الشيء عندما كانت سعر صفيحة البنزين 800 ليرة سوري، يعني العداد يعمل وبشكل عادل وبشكل عادل. بس هم الأخوة أصحاب السيارات التاكسي ما طماعين. لا 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 ما بيحكوا فقط بموضوع المحروقات، لأنه العداد محسوب على أساس المحروقات بالسعر فقط. النهائي يمكن حدث الآن بالسوق بارتفاع أسعار صح. للقطع التبديلية للزيوت للتصليح السيارة وفي احتلاك هناك أيوة. كل شيء، فكل هذه الأشياء يمكن أنه بيطالبوا، وجانا بالحقيقة للمحافظة للجنة نقل الركاب الكثير من الطلبات اللي بيطلبوا فيها إعادة النظر والأخذ بعين الاعتبار هذا الارتفاع. كمسؤول عن قطاع النقل أو بمحافظة دمشق، أنت مع الراكب أم مع السائق؟ والله شوف، الراكب من واجبنا نحن نأمن له الخدمة، والسائق هو ابننا وأخونا، ولذلك نحن أيضا يجب أن نراعي مصالحه. هذا جواب دبلوماسي، لكن لا يعني ولكن يجب من الذي يظلم الآخر؟ ولكن يجب عليه أيضا أن يتقيد بالأنظمة والقوانين اللي موضوعة بالحقيقة لمصلحة الراكب ولمصلحة السائق وللمصلحة العامة، هذا الحقيقة. تطلع على عبر الإنترنت على القصص التي نسمعها عن سائق التاكسي وكذا، نسمع الكثير. ما مدى صحة هذه القصص؟ طبعا هناك أحيانا تعرف في شيء اسمه الترغيب والترهيب، يعني نعم. أحيانا في ناس بيقولوا الموضوع بشكل زايد، ليس يعني. ليست القضايا كما تذكر في الشارع، هي الحقيقة. هناك حالات فردية، وهذه الحالات يمكن أن توجد بكافة دول العالم. مودة محمد قحطان بتقول مشاكل البنات مع السائقين أكثر من مشاكل الشباب، مثلا ممكن يطلب أكثر من العداد، لما منقول له ليش بتطلب أكثر من العداد بيقول ليكون معاجبك، وأحيانا بيسب. ماذا تفعل؟ هذا معيب بالحقيقة أنه يطلب أو يتكلم هذا الكلام اللي غير مقبول، ولكن ممكن للأخت عندما ترى التعرفة ممكن تدفع وتمشي. أيضا مشاركة أخرى بسريعة أخيرة، أحب أن أطرح رأيي بالموضوع المهم والمهم جدا. المشاكل التي تحصل ليست فقط في دمشق، بل أنا من حلب وهناك مشاكل عدة بهذا الموضوع، من العداد مثلا بتوقف التاكسي وأنا مستعجل بيقول وين رايح، وإذا مو على طريقه ما بيطلعه، وهذا مثل ما قال الأستاذ أنه عدم تأمين راكب. هل بنعم أو لا، هل مستقبل خدمة التاكسي بدمشق يعني جيدة مبشرة؟ نعم. نحن نضع خطط لهذا الموضوع. شكرا جزيلا، مع شكري للمهندس هيثم ميداني عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق. أعتقد أنه خلال ما تبقى من هذه الحلقة سوف يصلنا عدد كبير من المشاركات عن الموضوع، وربما سيصلنا قصص خلال الأسبوع تدفعنا لفتح موضوع التاكسي مرات أخرى، وربما نفتح مواضيع كثيرة تخص قطاع النقل في محافظة دمشق ومحافظات أخرى. أما الآن تابعوا معنا استطلاع نسأل فيه سائقي التاكسي عن عملهم وهمومهم، ولا أدري إن كنا محظوظين أم أنها توليفة من أيهم الذي سجل الاستطلاع، فكل من التقاهم سائقي تاكسي مبسوطين. شكرا أستاذ. والله كيف الشغل؟ والله الحمد لله. والله عادي عمو، في زحمة وكذا وهيك شغل، يعني أحيانا زحمة ومو سهل الشغل. والله الحمد لله، شوفت عينك كأنه وقفت عيد، والله هيك الشغل الحمد لله. صار له 10-15 يوم زحمة كتير بالبلد وشغل ممتاز الحمد لله. شايف الزحمة شغلة إيجابية ولا سلبية؟ والله الحمد لله عم نشتغل أقوى نعمة، ليك من يلا طالع على البيت بخسكل الحمد لله. والله يعني بدي أقول نص على نص، بس المشكلة البنزين غالي، هاي مشكلتنا. يعني لو أنه ينزل سعر البنزين شوي بيكون فضلته علينا. يعني الزحمة في شوية زحمة، بس الحمد لله يعني لا بأس. فترة أثناء الموظفين طلعت الموظفين والطلاب المدارس، بس بالعكس الشغل متيسر، وبس شوية هيك لأنه في تسجيل جامعات الزحمة شوية كانت بالبلد. الزحمة بتيجي من حظكم؟ ايه طبعا الزحمة بننبسط فيها بالبلد. عم توفي معك؟ والله عم مستورة، ما يعني مش الحال. نشتغل الساعة 4 نطلع الساعة 7 طلعنا 500 ليرة 600 ليرة أكبر نعمة.
كما توقعت هناك مشاركات وصلتنا بعد خروج طبعا الأستاذ هيثم. يمان سلطان من سوريا تقول: تحية طيبة وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من خلال زياراتي المتكررة إلى دمشق أثناء عملي تعرضت لعدة مشاكل عند المنطقة المحيطة بكراجات البولمان الاستقبال في حرستا، حيث ينتشر عدد من السائقين، هي وصفتهم بالمحتالين هيك وصفة، لكن ما بعرف منوقف عند هاي الكلمة ما من أولى لا نؤيد لها أو نعلق عليها، من أصحاب التكاسي حيث يقومون أحيانا بالاحتيال على الزبون وخاصة من يعرفون أنه غريب عن دمشق من المحافظات الأخرى. هذا عدا ذلك من عدم وجود عداد وعدم تطبيق التشريعات المرورية على البعض مما يقف بتلك المنطقة، حتى أن هؤلاء لا يقبلون الزبون المتجه للمنطقة القريبة مثل مساكن برزة مثلا يرجى المعالجة ودمتم. بعتقد مختصر هذا الموضوع ممكن يكون بما يمكن أن تقدموه من شكوى عدم تأمين مواطن إلى وجهته، بس يعني هذا مو بيعني أنه مباشرة نتجه إذا صار عندنا أي مشكلة مع تاكسي لحتى نعمل مشاكل مع سائقي التاكسي. تحية لجميع سائقي التاكسي اللي عم يسمعونا هلأ بسياراتهم عبر صوت الشباب. ومباشرة إلى يجب أن ننتقل مرة مباشرة إلى استوديوهات الأخبار بعد قليل، لكن الموجز لم يجهز بعد. سأحاول أن أحدث الصفحة لكي أخذ مشاركات أخرى. نعم، هناك مشاركة من أكرم سوريا يقول: الأهم تطبيق شرطة المرور للقوانين وخاصة عند وقوف التكاسي بطريقة تعرقل السير. سنتجه يعني لنأخذ فقرات خاصة بقانون السير وتطبيقاته على أرض الواقع. مباشرة إلى بتول في استوديوهات الأخبار لنتابع آخر المستجدات المحلية والعربية والعالمية، ونعود بعدها على الفضائية السورية وصوت الشباب لمتابعتنا دمشق. في راديو اليوم معنا الدراما الإذاعية التي تستحق أن نفرد لها أكثر من حلقة، فهي ميزة لإذاعة دمشق الأم، وهي تاريخ يستحق أن نستعرضه على أجزاء. نشأت الدراما في الإذاعة السورية أوائل الخمسينيات بعد تأسيسها مباشرة على يد رئيس دائرة التمثيليات الأستاذ ممتاز أركابي، الذي كتب وأخرج ومثل في عدد من الأعمال التاريخية والعالمية، واستعان للتمثيل فيها بادئ الأمر بالمذيعين والمذيعات الأوائل مثل فؤاد شحادة وعادل خياطة ولمياء الشماع وبدر المهندس، إضافة إلى الطلبة المشاركين في برنامج الطلبة الأسبوعي وبرنامج الأطفال مثل خلدون المالح ونجوى صدقي وياسر المالح وعدنان حبل، وكلهم أسماء كبار. إلى جانب الأعمال الدرامية الإذاعية التي كان يكتبها ويخرجها الأستاذان وصفي المالح وأكرم خلقي، ويستقدمان لها ممثلين وممثلات هواة من النادي الشرقي للتمثيل والموسيقى والنادي الفني مثل عدنان عجلوني وسامي جانو ونهاد قلعي وأولغا غنوم وعبد الرحمن الرشي وهدى شعراوي وفاطمة الزين ويعقوب أبو غزالة، أسماء كثيرة أسست لهذا النوع. سنستعرض بقيتها في الأسبوع القادم، ونحن نتكلم عن الدراما الإذاعية بعيدا عن أشهرها وهو مسلسل حكم العدالة. حكم العدالة أحد أهم الأعمال الدرامية الإذاعية التي ما زالت مستمرة منذ 33 عاما. تابعوا معنا تسجيلا في أروقة المحاكم المفترضة التي يخلقها حكم العدالة، ومن بعدها لنا اتصال مع الزميل الصحفي سامر إسماعيل الذي كتب الاثنين الماضي في السفيرة اللبنانية منتقدا حكم العدالة. مرحبا يا ميت، هلا اهلا وسهلا. شايفتك عم تحضر لبرنامج حكم العدالة. نعم، سألتك عن عدم انقطاعك عن الدراما الإذاعية، مستمر حضرتك أعمال درامية تلفزيونية وإذاعية، استمرارك بالعمل بالدراما الإذاعية، شو أكثر شيء بشدك للعمل بالدراما الإذاعية؟ لا، العمل الإذاعي فيه له خصوصية جدا، يعني تشد الممثل. مشان ما اكذب عليك يقول انه نحن بنحبنا الإذاعة، مزبوط بنحبنا الإذاعة، بس كمان المردود المادي له دور، يعني بيلعب دور انه الممثل كمان يشتغل بالإذاعة، لانه صراحة الفنان اذا اعتمد على صنف واحد تمثيل درامي مثلا تلفزيوني اكيد ما راح يكفي.
إزالة مضطرين إحنا نشتغل إذاعة والتلفزيون ودوبلاج وكل أصناف الفن يعني نشتغلها. البرامج الإذاعية يعني هيك فاكهة هيك للمستمع. يعني أنا كتير بحب على فكرة أشتغل بالإذاعة غير التلفزيون، فبتلاقيها يعني البرامج يعني كيف بدي أقول لك، يعني خصوصا وقت بتفتحي الراديو بتسمعي البرامج، في إفادة، في تسلية، في مثلا دراما، في مسلسلات، فبتحسي باستمتاع كتير كتير حلو. الدراما الإذاعية ما بتبطل، بتضل مستمرة، الفرق فقط المادة اللي عم تتقدم، يا بتكون مادة جميلة ومطلوبة من الجمهور، يا أما بيملوا منها أو بيسكروا بيغيروا، لأنه ما في أهيام من تغيير الإذاعة، بيفتل بيبرمى برمي بتتغير. والله في اولا الناس بزحمه الفضائيات اللي صارت هلا حاليا ما عاد سمعوا اذاعه. هلا قبل كان انا بتذكر جدي بيحكي لي انه قبل وقت اللي اجى الراديو اول مره اجى، فيجتمعوا عنده بالبيت او المضافه يجتمعوا او عند المختار كانوا يجتمعوا 200-300 زلمه انه بدهم يسمعوا التمثيليه الاذاعيه الفلانيه اللي كانوا متعلقين فيها. ما كان في وسيلة للتواصل بين الفن والناس غير الإذاعة. هلأ بزحمة الفضائيات وزحمة الشغل والظروف العامة الإذاعة شوي تراجع عملها. أستاذ عامر بدي حوت بده جاي هيك معيتر نحكنا. شو اسمك يا ابني؟ من زيف سيدي، بس بيقولوا لي الهارون. هون ما عنا لا هارون ولا غير هارون. اكتب يا ابني وحضر المدعى عليه منذر ابن الهارون. خلصنا بقى وبعد هيك عن لوس خليك بعيد. عم اقول لك الهارون يعني الهارون. طبعا الدراما الإذاعية لا شك انها الان تعاني من منافسة شديدة مع الدراما التلفزيونية والفضائيات، لكن هذا لا يعني ان الدراما الإذاعية ما الى دورها ومساحتها ضمن اطار هذا الاطار الواسع من البث الفضائي والإذاعي. طبعا إذاعة دمشق هي الوحيدة في سوريا التي تنتج دراما، يعني مسلسلات وأعمال درامية وتمثيليات سهرة وبرامج دورية تعنى بقضايا تتعلق بالمجتمع، وتقدم أيضا الأدب العالمي وتقدم المسرح وتقدم أشكال مختلفة من أنواع الدراما الإذاعية. في البعض بيقول أنه ليش الإذاعة عم تنتج ما دام في أحيان حدا ما بيسمع إذاعة؟ في حدا ما طبعا هلا ما في وسيلة إعلامية عبر كل التاريخ لغت وسيلة قبلها أو بعدها. كل وسيلة لها مساحة مهما صغرت أو كبرت من مساحة هذا الجمهور الواسع، وبالتالي أصرت الإذاعة أن تبقي على إنتاج الدراما الإذاعية من أجل أولا أن تكون أن تشغل عدد كبير من الممثلين الذين لا يأخذون فرص في التلفزيون، وبالتالي هي مصدر رزق ومصدر معاش لآلاف الأسر في الإذاعة. يعني أنا طبعا إلي الفخر أنه الآن قال إلي حكم العدالة بحكم التقادم الزمني وبعض المهارات أنه هذا حكم العدالة، البرنامج اللي بيعده الأستاذ هائل اليوسفي من 33 سنة مستمر، والآن أنت يوم الثلاثة الساعة 1:30 أينما سرتي في دمشق وحتى في الدول المجاورة تسمعين حكم العدالة في المحلات وفي المقاهي. إذن هي الدراما شكل ونوع ومضمون، بقدر ما تستطيع أنت تقوي أدواتك اللي بتعتمد عليها عملك الإذاعي قادرة تجز بجمهور. ألو نعم أهلين، المحامي منيب ناسو. إمتى كانت الجلسة؟ طيب خليك معي يا سيدي. تأجلت الحكم. أهلين، مع السلامة. هنا مباشرة إلى اتصال مع صحفي سامر إسماعيل. يسعد أوقاتك. يا هلا مساء النور، يا هلا، كيفك أمجد؟ الحمد لله. سامر، عنونت مادتك المستمع بريء حتى تثبت إدانته، ماذا قصدت؟ نعم. الحقيقة يعني هو أنا قصدت بهذا المقال بداية هو الشغل على دراما الفضائح. يعني أنا مرة كتبت أنه فيه مثل ما في صحافة صفراء تلعب على الغرائز وعلى الفضائح، كمان في دراما صفراء تلعب على هذا على الغرائز وعلى مستوى يعني الفضائح الاجتماعية.
لذلك للاسف الشديد اليوم يعني بعد كل هاي السنوات لما كنا عم نسمع، انا بعرف انه اكثر من 30 سنه صار له حكم العداله، لم يطور من اسلوبه، بقي يلعب على يعني على مفهوم الجريمه وعلى يعني خلينا نقول مدى يعني التفات اذن المستمع بس بطريقه كثير مباشره. يعني اذا تعتبر انها دراما اذاعيه صفراء؟ صحيح، هي كذلك، لانه اول شيء عندنا نحن جرائم، والجرائم يعني اغتصاب يعني قتل يعني او سرقه الى ما هنالك. طيب افترضت المشكله الاساسيه، يعني المشكله الاساسيه انه هذا البرنامج يعني كمان اسس لا يعني رح تصير في منه نسخ للاسف الشديد بصريه على شاشتنا، له علاقه بالدراما التلفزيونيه، وصار في اشتغال اخر كمان على مجموعه عوامل جذب للفت انتباه المشاهد، ويعني كما فعلت الدراما حكم العداله. طيب لنبقى في اطار الماده، افترضت ان حكم العداله اعاده تمثيل للجريمه بغايات ليست بريئه، لماذا وما هي البراءة يعني برأيك هذه الغايات؟ يعني الحقيقة يعني أنا ما إعادة تمثيل الجريمة هون يعني فيها كما قلت لك فيها مباشرة، أول شيء إلى علاقة مباشرة بغلاظة الأدوات المستخدمة، يعني أنا ما بكفي أقدم شبه ساعة إذاعية إلى علاقة بصراخ وعويل وإلى ما هنالك. في مباشره نحن لم ننتقل من الاسلوب السطحي للتناول مع الصوت الى الاسلوب التجريبي. طيب. لم نخضع ماده الصوت الى التجريب. ما الغايه استاذ سامر، ما الغايه اذا كنت تعتقد انها غير بريئه من تقديم ساعه مشوقه لها كل هذه الجماهير المستمعه المحبه؟ يا اخي هذا نحن عم نحكي بمستوى نوعي. نعم، قد يستمع، انا قلت في البدايه يعني ليس غريب ان يستمع يعني كل هؤلاء وينجح هذا البرنامج، لكن هذا لا يمنع ان نناقش لماذا ينجح هذا البرنامج. طيب. هناك لعب على الغرائز، هل تستطيع ان تقول لي ان هناك صحف صفراء لا يوجد لها مبيعات؟ طبعا لها مبيعات. نعم. هو يعني مجلات المطابخ يعني اهم مجله ثقافيه للاسف الشديد، لنعترف بذلك. حكم العدالة هو برنامج للأسف الشديد يقال عنه شعبي. طب. للأسف الشديد أعود وأكرر لك أن هناك نظرة يعني للأسف فقيرة نحو الشعبي، واعتبار أي شيء يعني سؤالي قبل الأخير أستاذ سامر، سؤالي قبل الأخير، كيف تقترح أن يستمع المستمع لهذا النوع من الدراما؟ للأسف يعني هلأ نحن بحاجة أكثر من أي وقت لتطوير الإذاعة. نعم. يعني فعلا هو لم تلغي اي وسيله اخرى، لكن بالضروره يجب علينا ان نطور ثقافه الاذن وان نعيد للاذاعه بريقها. يعني انا بتذكر مثلا تجارب كثير مهمه بالبي بي سي عملت، وكتب يعني الكاتب الايرلندي الشهير سموئيل بيكيت كتب من اهم اعماله المسرحيه كانت دراما اذاعيه. صح. بس هي الدراما الاذاعيه هل ترى شو كانت؟ عموما استند على التجريب، على الصوت، على مادة الصوت وعلى شخصية الصوت عموما. يعني للأسف الشديد نحن عندنا كليشيهات أكثر ما عندنا شخصية صوت. أستاذ سامر، تنميط غريب عجيب. أستاذ سامر، نحن ندعوك لمتابعة هنا دمشق في الأسابيع القادمة، لأننا سنفرد مساحة للدراما الإذاعية المتواجدة من خلال فقرة راديو. شكرا جزيلا لوجودك معنا الصحفي سامر إسماعيل، وللحديث عن الدراما الإذاعية لنا وقفات أخرى. ننتقل مباشرة إلى الحديث عن الدراما الأم، عن المسرح في كادر رقم واحد. هنا الشاب. يفترض أن أبو الفنون اليوم أنجز موسمه، وأن الموسم القادم جاهز وفي الانتظار في هنا دمشق، حريصون جدا على أن نعرف ماذا كان في الموسم السابق وما الذي يحضر للموسم القادم. وعلى لسان مدير المسرح القومي الأستاذ هشام كفارني بعد مشهد من مسرحية أعتقد أنها له عرضت في هذا الموسم، خليكم معنا. من يطفئنا النار الشابة في روحي؟ معونا وتاج العفة
من يخمدنا أصوات الذاهبين إلى الحصاد التي تدوي في رأسي. حناجرهم مكتظة بالفحول وجسدي متعطش للرواء. أطفئي غواياتي حامل داء الصبر. من ينجم هذه الفرس الضاشة في دمي وحوافرها تكسر أضلعي؟ احتريها فما هي إلا فرس الشيطان. من أين ينبعث الصهيل الطافح بالشهوات؟ اخرسي أيتها الخيول الجامحة، فلن تنال مرادك. سنغسل بالثلج كل نداءاتك حتى يجف النهر وينضب ماء النبح. لماذا تطعمين لنار الموت فاكهة الحياة؟ كي نطفئ النار بالنار وأمنع الفاكهة عن المتغفلين. الثمر لمن يهز الأغصان يتساقط في كفيه حلو المذاق شهية. أغصاني منيعة عالية. أهلا وسهلا فيك أستاذ هشام. أهلا وسهلا ويسعد مساك ومساء الأخوة المشاهدين والمستمعين. ما حقيقة ما يشاع أن مسارح دمشق معطلة؟ يشاع معناته إشاعة في إطار الإشاعة. حقيقة مسارح دمشق لم تتوقف منذ نهاية مهرجان دمشق المسرحي. قمنا بمتابعة العروض، عروض الموسم. وإذا كان المقصود عدم احتساب بعض العروض المخصصة للأطفال، لأنه هناك كان في تظاهرة لمسرح الأطفال أفسحنا لها مجالا، ومن ثم نحن الآن عدنا إلى استئناف ما تبقى من الربع الأخير لهذا العام من الموسم. هناك تحضير بداية بروفات أو استئناف البروفات بعبارة أدق لمسرحية بيت الدمية هنريك إبسن بتوقيع المخرج الأستاذ مانويل جيجي. هي إعادة على ما أعتقد أو قدم هذه المسرحية؟ لا لا لا، هو بدأ من عدة شهور ثم توقف عن البروفات، حيث قمنا بإفراد مساحة على خشبات. هذا ما تبقى من الموسم الماضي أستاذ؟ نعم، ما زلنا في موسم 2011. ماذا أنجزنا من بموسم 2011 وماذا تبقى منه؟ بدأنا بمسرحية منحنى خطر. نعم. بإخراج عروة العربي. قمنا بتقديم مسرحية لحظة لرغدة الشعراني. قدمنا مسرحية الميراث تأليف الراحل ممدوح عدوان. نعم. وإخراج محمود خضور. ثم مسرحية أبو شنار للأستاذ زيناتي قدسية. نعم. قمنا بتقديم مسرحية فاوست لكريستوفر مارلو. نعم، وأنت أخرجتها. نعم، نعم. وقمت هذه خمس عروض. قدمنا عرضا راقصا بعنوان كيف لي للزميلة رام الأحمر. مسرحية كلاكيت للدكتور تامر العربيد. نعم. إذن هي سبعة عروض. ثمانية عروض. وتبقى نحن الآن في تحضير قلت بيت الدمية. هناك عرض تمت المباشرة بالتدريبات عليه، كلهم أولادي لأرثر ميلر. وهناك عرض يتم التحضير أيضا تم المباشرة به، ليلة الوداع، النص لجوان جوان والإخراج لجوان جان والإخراج لسهير برهوم. وأيضا هناك يعني مشروع آخر توليفة من عدة نصوص يعني هذا كله موسم 2011. نعم. هذا في دمشق؟ في دمشق فقط. في المحافظات؟ في المحافظات. في حلب تم إنجاز عرض من إخراج عروة العربي أيضا بعنوان بساط حلبي. والآن في طرطوس يتم التحضير لمسرحية حفلة على الخازوق محفوظ عبد الرحمن، وبتوقيع زميلنا الأستاذ نضال حمود مدير المسرح القومي في طرطوس. لكن باعتبار معرجنا بشكل سريع، مسرح المحافظات قليل نتاجه ويشتكي.
نعم، يعني هذا مرتبط بعدة ظروف. يعني هناك في بعض الأحيان يعني كان إعادة تأهيل لبعض الصالات، يعني بحيث نستطيع أن نقدم عروض أكثر أهمية ونحقق لها كل البنية التي يعني في نهاية المطاف تخدم العرض المسرحي. ماذا لدينا في الموسم القادم 2012 إذا كان لديكم مخطط ظهر على أرض الواقع؟ نعم، يعني هناك بعض الأفكار، مجموعة كبيرة من زملائنا المخرجين يعني تقدموا بمشاريع، سوف يعني تتم دراسة هذه المشاريع كي تكون الخطة ممنهجة. أمجد، أنت تعلم أنه مرت فترة فقد المسرح القومي بعض السمات التي تعطي خصوصية لأن يكون هذا العرض ينتمي للمسرح القومي، وصار الأمر مرتبطا فقط بالمزاجيات. نحن ندرك أن بنهاية المطاف يجب أن يترك للفنان هامش كبير، لأن الإبداع أيضا مرتبط بالمزاج، ولكن هناك يعني حالة من الضبط. أنت تعلم يعني من حسن يعني هذا تبرير لعدم وجود أسماء كبيرة في المسرح القومي أو غائبة عن المسرح القومي منذ سنوات طويلة. نستطيع أن ندخل يعني إلى تفاصيل هذا الأمر، له مسبباته ومسوغات، وأعتقد أنها منطقية. إذا أردت أن تتحدث في موضوع آخر مرتبط بهجرة الكثير من الكفاءات، هجرتها للمسرح، ممكن يعني أن نفرد مسرح. لا، أنا أقول هناك مسرحيين سوريين أنا كبار أقول ابتعدوا عن المسرح القومي. لماذا؟ أنا أقول هذا له عدة أسباب، عدة أسباب مرتبطة بالمسرح القومي ربما أم بهم؟ مرتبطة بالإدارة من جهة، ومرتبطة بهم كأشخاص من جهة أخرى. يعني أنا قرأت ريبورتاج عن المسرح وبما نشيت اليوم صبيحة. نعم. هذا اليوم ونحن سنتحدث عنه بفونت 12، وتماما العنوان يقول على ما أعتقد أجور شحيحة ونصوص كلاسيكية وجمهور بلا بدأ بالنفور. نعم، المسرح السوري يطفئ أنواره. يعني المانشيت يختلف تماما عن مضمون المادة المكتوبة، يعني ما ورد عباس على ما أعتقد. نعم، ما ورد في المادة من لقاءات مع بعض الفنانين يعني منطقي جدا، ولكن يعني المانشيت ملفت، وكأن المسرح يعني وصل إلى خيبته، إلى نهاية خيبته. يعني المسرح لا يحتضر؟ مختلف، لا أبداً. كما يقولون؟ لا أبدا أبدا. الأزمة المسرحية أزمة عالمية مرتبطة بما وصلت إليه الفنون الأخرى. لذلك أنا أحمل هذا الفتور الذي يعتري المسرح أحيانا، لا أعفي الإدارة يعني من المسؤولية، ولا أعفي زملائنا الفنانين، ولكن هنا ليس الأمر يعني لتبادل التهم. نحن نقر بما يشتكون منه هم. يعني عندما نقول أن الأجور شحيحة، عندما يقول زملاؤنا أن الأجور شحيحة، هذا الكلام بمنتهى الدقة. الأجور شحيحة إلى أمد قريب. أنت تعلم هناك نجوم يعملون في المسرح، مثلا الزميلة جان عيد، الأستاذ عبد الرحمن أبو القاسم، الأستاذ زيناتي قدسية، الأستاذ تيسير إدريس. هؤلاء عندما يخصصون وقتا بسيطا من يعني للاشتغال في دور تلفزيوني، يعني يحققون دخلا ماديا عاليا جدا، بالإضافة إلى ما يحققه الفن التلفزيوني من انتشار ودغدغ مشاعر الفنان. أنت فنان وتعلم هذا الأمر. يعني بنهاية المطاف أن يحقق الفنان هذا الانتشار ويمشي في الشارع والناس تشير إليه. وحضرتك فنان ومدير المسرح القومي، وتعرف أن لا متعة تعادل لحظة الوقوف والانحناء والتصفيق من الجمهور على خشبة المسرح، ورغم ذلك المسارح خالية في يعني بشكل من الأشكال. هذا الكلام غير دقيق. أحد الزملاء ممن يعملون في التلفزيون قال لتكذيب يعني بعض ما يشاع حول ما يجري في سوريا، يكفي أن تأتي كاميرا التلفزيون العربي السوري وتصور الجمهور الذي تواجد مثلا في مسرحية فاوست، يعني برغم أيام تكاد يعني تكون قاسية، وهناك إشاعات والحركة وضغط إعلامي منهم. نعم، لكن أنا أقول هذا الكلام وأناقش وأساجل بهذه الطريقة، وأنا معك، لأني أتذكر مثلا في إحدى الفضائيات جملة لمخرجة مسرحية كبيرة هي بالمسرح الفرنسي، الآن تقدم عروض غريبة وجريئة جدا، قالت أثناء لقاء مع على إحدى هذه القنوات: المسرح يحتضر، لذلك علينا فعل ذلك. تقدم عروض غريبة وجريئة تصل إلى حد العري أحيانا. هل يعني ما هو خياركم لكي تكونوا
دائما حاضرين. أنا لست داعيا لمثل هذا الأمر أن يكون هناك. أنا أدعو إلى أن يحقق المسرحيون يعزفون أن يعزفوا على وتر خصوصية الفن المسرحي السوري. نعم، ليس السوري فقط، أنا أتحدث هنا عن الخصوصية من حيث الأدوات. يجب المسرح له خصوصية، له أدوات لا يمكن أن يعوضها متابعة فيلم سينمائي أو فيلم تلفزيوني على قرص مدمج في البيت. لذلك علينا أن نعوض لهؤلاء الناس الذين يدفعون ضريبة الذهاب إلى المسرح، المسرح لا يذهب إلى بيوتهم، فعلينا أن نكافئهم على هذا الأمر، أن نعوضهم بتحقيق المتعة. وجبة دسمة تحتوي المتعة مع الفكر. نعم. بنفس الوقت هل هذه العروض التي شاهدنا مشهدا منها والتي سنشاهد مشهدا أيضا من عرض بعد قليل عندما أودعك، هل هي عروض جاذبة للجمهور؟ هل هي تحقق حضورا جماهيريا؟ هل تعيد الجمهور إلى المسرح؟ لو لم أكن أحسب هذا لما يعني اعتمدنا هذه العروض. فكرة اعتمدناها في هذا الموسم وسوف يكون لها استمرار في الموسم القادم، وهي أننا في المسرح القومي عادة ما نتوجه إلى الجمهور، الجمهور من الشباب، والطلبة الجامعيون يشكلون يعني جزء كبير. من هذه الشريحة، فلذلك أردنا أن نذهب إليهم في مقرراتهم الجامعية. هناك بعض النصوص التي تعتبر من عيون المسرح. هل هذا دور المسرح القومي؟ العالمي، هذا جزء من دور المسرح القومي، هذه طريقة لأن تجتذب هؤلاء، يعني أن تذهب إلى بعض المقررات وهي مسرحيات مشهود لها ومشهود كما فاوست، كما في انتظار جودو، كما في عطيل، كما في الملك لير، الكثير. نعم. وهي مقررات في الأدب الإنجليزي. في الأدب الإنجليزي. وجودي معك سيأخذني إلى أن أتجاوز الوقت المخصص لهذه الفقرة وربما للبرنامج. شكرا جزيلا أستاذ هشام كفرني لوجودك معنا في كادر رقم واحد، وأعتقد أن لنا لقاءات أخرى مع عروض قد تكون مفصلية بالموسم المسرحي القادم. شكرا جزيلا لك، وأنا أعتقد أن هذه الفرصة السريعة لم تتح لنا تسليط الضوء على ما أثرته أنت من نقاط جد مهمة وتستحق أن نفرد لها وقتا أطول. أتمنى يعني سنترك مجالا للقاءات أخرى، وسنترك مجالا للصحافة أيضا لتقول ما ترى فيما نقول. مباشرة إلى فونت 12 بعد أن نشاهد مشاهد قصيرة أو مشهد قصير من مسرحية فاوست التي أتينا على ذكرها، خليكم معنا. شكرا. أهلا ومرحبا بك في بلاطنا. أحسب أنك ستفي بوعدك وتجعلنا نشاهد ذلك الفاتح الشهير الإسكندر الكبير وعشيقته. جلالتك ستراهما في الحال، ولكن يجب أن أحذر جلالتكم، لا تحاول أن تقترب أو تطرح أي أسئلة لأنها محض أرواح، وعلينا أن ندعها تأتي وتنصرف بهدوء. كما تريد يا فاوست. مولاي، لدينا مشاركات عديدة لكن هذه المشاركات جميعا تصب في خانة الفقرة الخدمية بخدمتكم، لكننا وصلنا إلى زاوية فونت 12. انتخبنا لكم في فونت 12 لحلقة اليوم عناوين نبدأها من الثورة الأحد الماضي، وعنونات آراء وتطلعات في انتخابات مجالس الإدارة المحلية، ترجمة حقيقية لجملة الإصلاحات، تعزيز اللامركزية، اختيار الأشخاص بمسؤولية. وأرجو أن لا تفهمونا غلط، انتخاب تعني أن تعطي صوتك لمن يستحق، ومجالس الإدارة المحلية التي حددها العنوان تعني
رؤساء البلديات والأحياء والمناطق والمخاتير، نعم المخاتير الموجودين حتى اليوم. في الوطن وأيضا الأحد الماضي عنوان يقول على ذمة وزير الاقتصاد: الأسعار عادت لطبيعتها وأخطأنا عندما تم تمويل المستوردات. فيما يخص أخطأنا اعتراف جميل ويسجل رغم التحفظ، أما أن الأسعار عادت أو أنها ستعود أو أنها في طريق عودتها فالأمر بحاجة لمراجعة. فسعر حفاضات الأطفال حتى اليوم الخميس صباحا والعنوان منذ الأحد الماضي لم تنزل عن ارتفاعها الذي وصل إلى 100 ليرة سورية، والدعوة لأصحاب الذمة لملاحقة الأمر. تسأل تشرين في عنوانها التالي: عقب فشل قطاع الخدمات بالتنمية ما البدائل؟ ونحن نضيف للسؤال سؤالا آخر: ما البدائل بعد فشل البدائل الخاصة في قطاع الخدمات بالتنمية؟ الثورة يوم الأربعاء الماضي اقتربت من التوتر العالي وبشرتنا مقاربة قانون الكهرباء أصبحت جاهزة. التحدي الأكبر ينتظر، الله يجيرنا من التحدي الأكبر. فالشكاوى التي تأتينا عن فواتير الكهرباء والتي تحسب المصروف تراكميا تصيب ضمن القانون المواطن الدرويش بمسك كهربائي عالي التوتر في عقله. أما فيما يخص التخطيط أو التخطيط، هيئة تخطيط الأقليم تسعى لإنجاز خارطة السكن العشوائي. المهم أن تكون خارطة السكن العشوائي تراعي متطلبات أصحابه الذين اضطروا إليه أكثر من مراعاتها لمتطلبات أي هيئة. في خبر هام جدا نشرت البعث الاثنين الماضي عنوان يقول: الشهر المقبل تحديد الأسر المستحقة للدعم، لجنة توزيع المحروقات تنتهي إلى خيار البطاقة الذكية. وتعليقنا هو كمان الحمد لله، ودعاؤنا هو الله يسترنا من المواطنين الأذكى من أي بطاقة ويعرفون جيدا كيف يستأثرون بالأسر المستحقة فيذهبون بمستحقاتها إلى جيوبهم. أما تشرين فتعود لموضوع سابق في عنوانها: مكبات النفايات، معالجات قاصرة وحلول فاشلة وخطط مستقبلية غير متكاملة ملحوظة. لا يروح فكركم لبعيد، الأمر يتعلق بمكبات النفايات فقط. أما الموارد المائية في طرطوس فهي حسب ما جاء في الثورة أنجزت عشرات الدراسات لمشاريع حيوية ما زالت على الورق، وهذا الورق بالذات من النوع الذي يشرب منقوعه ساخنا، فهو عن مشاريع حيوية لموارد مائية حسب ما جاء في العنوان. عنواننا التاسع عن الإفاد العلمي الذي يحمل تمييزا واضحا بين الجنسين كما نشرت صحيفة بلدنا في الإفاد العلمي. العنوان يقول: يحق للذكر ما لا يحق للأنثى. إذا كان اعتراض العنوان والمادة على الإفاد العلمي فقط فالمسألة سهلة الآن، لأن الاعتراض اعتراض الإناث عادة يطال كل شيء، وهذا ما أوصل الرجال إلى المطالبة بالخلاص. الاتصالات في عنواننا التالي يقول العنوان: أجرت 20 مكالمة فوصلتها فاتورة بقيمة 26,948 ليرة. الاتصالات تلغي الاشتراك وتخصيص الهاتف لمشترك آخر. سوف أتجاوز بصراحة هذا العنوان دون تعليق ودون أسباب خشية من فاتورة بقيمة أعلى. مباشرة إلى عنواننا قبل الأخير وهو عنوان رياضي عن نادي الوحدة. نادي الوحدة خلافات مع فرع دمشق واتهامات بمخالفات إدارية واستثمارية والإدارة تبرر. في روح رياضية زاويتنا سنسأل عن الموضوع، فلدينا ضيف لاعب كبير جدا من نجوم الوحدة، هو ضيف سيكون في الاستوديو معنا، انتظرونا بعد دقائق. أخيرا عنوان يحكي عن المسرح السوري وذكرناه قبل قليل، المسرح السوري الذي تحدثنا عنه ويقول العنوان: أجور شحيحة ونصوص كلاسيكية وجمهور بدأ بالنفور، المسرح السوري يطفئ أنواره، أما نحن فننزل ستائرنا على زاوية فونت 12 لهذا الخميس لنخرج خارج السياق. هنا لم يبقى في الطريق شخص إلا وطالبني بالتكلم عن التأمين الصحي بصراحة، ولأن الفضائية السورية تعرض إعلانات هامة
تظهر مؤمنين يتحدثون مسترخين وبراحة وسعادة عن مزايا التأمين، فإن الموضوع يحتاج إلى وقفة الأسبوع القادم. نبدأها الآن باستطلاع، نحاول اكتشاف معلومات بعض من التقيناهم عن التأمين. هنا الشام، هنا الشام. يعني التأمين الصحي إنه في حال المرض بيطلع عليك بتدفعي نسبة 10% بس، سواء عمليات جراحية أو عيادة دكتور معينة أو أي شيء يعني بيتعلق بالصحة. يعني كويس، في أحسن من هيك تأمين؟ يعني التأمين معروفة بيأمن على الحياة وبيأمن على المستقبل الإنسان، في شغلات كثيرة التأمين بتفيد، بيأمن للإنسان بالنسبة للموظف بالمستقبل، مشان المستقبل. يعني التأمين الاجتماعي والله ما عندي فكرة عنه، من سوء حظي. تأمين حياة المواطن بيقصوا عليه من راتبه بس طلع تقاعده بياخذ لها. التأمينات الاجتماعية بعرف انه بيضمنوا حق العامل يلي بيعمل بالمنشآت العامة والخاصة وهكذا. التأمينات الاجتماعية هي للموظفين، بيدفعوا قسم من راتبهم وبنهاية الخدمة ممكن ياخذوا تعويضات او تقاعد. برأيك هذا الشيء منيح؟ أكيد منيح، أكيد. بالنسبة لنا إحنا موظفين يعني كتير منيح، بالنسبة لنا بين ما تدفعي عملية بتكلفك مبلغ الفلاني ما بين 10% نسبة قليلة كتير، أو بتروحي عند الطبيب أو الدواء، حتى سعر الدواء كمان بيأثر. طبعا التأمين الاجتماعي ممتاز، ما في عليه أي إشكالات. طبعا منيح بالنسبة للموظف، منيح بشكل جيد، حتى للقطاع الخاص. طبعا منيح، يعني شغلة جيدة جدا بالنسبة للموظف. هنا الشام، هنا الشام. مشاهدي الفضائية السورية، مستمعي صوت الشباب، أهلا بكم في آخر فقراتنا بهنا دمشق، روح رياضية. وكما وعدت سيكون معي أحد أهم نجوم الأندية السورية، الذي لولاه لا إثارة ولا حماس ولا متعة ولا أي شيء. إنه الجمهور الذي أستضيفه من خلال الحديث عن روابطه التي تعرف بروابط مشجعي الأندية، بعد تقرير رشاد جبخنجي زميلنا، لنتابع. هنا الشام. اللاعب رقم 12، وفي بعض الأحيان يصبح اللاعب رقم 1، هكذا يطلق على الجمهور في ملاعب كرة القدم. ولم تأتي هذه التسمية من فراغ، فالجمهور قادر على إفشال فريقه أو إنجاحه. يجب أن نعرف ما معنى ثقافة التشجيع. ليس الجمهور فحسب يجب أن يعرف ما معنى هذه الثقافة، بل المنظمين أيضا والمسؤولين عن ضبط النظام في الملعب. ماذا يريد الجمهور من حضور مباراة لفريقه؟ المطلوب بالدرجة الأولى هو الاستمتاع، إضافة إلى رغبة كل جمهور بفوز فريقه. وإن خرج الفريق الخصم فائزا، فعلى جمهور الفريق الآخر أن يأخذ الأمر بروح رياضية. ورغم أن الهزيمة صعبة، لكن من أفضل سيام التشجيع هو التصفيق للخصم، فلا فائدة من التعبير عن الخسارة بالغضب. أما بالنسبة لحكم المباراة، فإن شتمه من قبل الجمهور ليس بالمظهر الحضاري، فإذا كان هناك غش من قبل حكم الساحة، فبإمكان النادي المتضرر أن يرفع كتاب لاتحاد كرة القدم. أما إذا قام الجمهور بأخذ حقه بيده، سيعاقب النادي بدلا من الحكم. هنا الشام، هنا أرحب مباشرة بالسيد عمرو الهاشمي، أمين سر رابطة مشجعي نادي الوحدة الدمشقي. كان من المفترض أن يكون معنا أيضا السيد سليم جواد، رئيس رابطة المشجعين. الحقيقة سافر بشغل ضروري على محافظة اللاذقية، واعتذر كثير عن حضور البرنامج. وجودك بكفي يعني، وبتقدر تجاوبنا على كل الأسئلة اللي ممكن يجاوبنا عليها هو. معنا رح يكون كمان عبر الهاتف، كمان باتصال، ليشاركنا بهذا الحديث من حلب، محمد عبد الوهاب أبو عباية، الشهير بأبو عباية، ورئيس رابطة مشجعي يعني نادي الاتحاد الحلبي
والمنتخبات الوطنية. والمنتخبات الوطنية. تمام. استاذ محمد يسعد اوقاتك. السلام عليكم. اهلين وسهلا فيك. يعني بدك تشاركنا بالحديث معلش ولو كان عبر الهاتف، عم نحكي مع الاستاذ اول شيء عمر. سؤالنا الرئيسي شو يعني رابطة مشجعين استاذ عمر؟ اول شيء اسمح لي احيي جميع الاخوه المشاهدين والبرنامج. تفضل بدي اجاوب بالاول استاذ. وبحيي ضيفك الغالي الاستاذ عمرو الهاشمي الاخ الكبير لنا وهذه السبيل هي كلها اخوه واحبه كلها مهنديتنا. دور روابط مشجعين الاستاذ امجد هي سنه الوصل بين ادارات الانديه. طيب. وجماهيرها. استاذ محمد، استاذ محمد بدي اعتذر من حضرتك، عم بيقولوا لي الصوت مو واضح منيح على الهواء، بدهم يرجعوا يتصلوا معك مشان ناخذك من محل ما وقفت تماما. الصوت سيء، بدي اخذ اجابه السؤال منك بالاول. روابط المشجعين هي عباره عن فكره لتنظيم الجمهور وخاصه بالانديه اللي لها جماهيريه كبيره، نادي الوحده ونادي الاتحاد. هلا روابط المشجعين هي بتكون مثل من النخبه من الجمهور، العالم اللي بيحسنوا يأسروا على الجمهور ويضبطوه بشكل إيجابي. يعني هن بيوجهوا الجمهور، بيقودوا الجمهور. تماماً تماماً. كذا. بيقودوا الجمهور ابتداء من. بيمونوا على الجمهور. تماماً بيمونوا على الجمهور. بأي معطى؟ يعني هلا أحياناً الجمهور مثل ما قلت بتقريرك إنه بيتعرض لظلم من التحكيم، ظلم من كذا. الجمهور بيدوج وخاصة إذا كانت حالات متتالية. رابطة المشجعين بحال تواجده دائماً مع الجمهور بتهدي الجمهور. تبعد الجمهور عن افتعال المشاكل. الحمد لله هاي السنة الماضية نحن نجحنا كتير بهاي الحالات، كانت من خلال اللقاءات الجماهيرية سويناها مع الجمهور وجبناهم على النادي خارج المباريات، فهمناهم انه نحن بحال شتم الحكام، بحال زت الفرقعات، بنتعاقب، بنخسر نقاط. بس عم تتعاقبوا. هلأ السنة الماضية ما تعاقبنا بشكل كبير، السنة الأبدا تعاقبنا. شو السنة قاسية؟ لا استاذ محمد عم تسمعني؟ استاذي تحياتي. ايه بس صار الصوت احسن. بتحب ناديلك استاذ محمد ولا بتحب ناديلك ابو عبايه مثل ما بينادولك؟ استاذي محمد ابو عبايه. ابو عبايه قال اي قسم الشغل المعروف فيه محمد ابو. استاذ محمد. نعم. بتمون على جمهور الاتحاد؟ اول شيء اسمح لي اشكر جميع الاخوه المشاهدين وبحييك استاذ امجد. خلينا نتجاوز الشكر بشان الوقت. طيب. اللي بتمون على جمهور الاتحاد؟ والله طبعا نحن ممونا كل انسان بحب النادي وكل انسان مخلص وفي بيقدر وضع النادي وبيعترف للنادي بمحبه واخلاص، طبعا ممونا عليهم من باب الموانئ والمحبه. نحن روابط مشجعين ليس لنا سلطه يعني وليس لنا رقابه الا بالمحبه وبالكلام الحلو والامور العاطفيه. ونحن طيب لحظه يعني عم بتطالب يكون لكم نقابه وسلطه من نوع ما؟ لا 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 ابدا، لانه نحن كلنا اخوه، نحن سنه الوصل بين ادارات الانديه والجماهير. يعني نحن دورنا فعال بين الإدارة وبين روابط مشجعين اللي بالرابطة وبين الإدارة لدفع مسيرة الأندية أو الجماهير والارتقاء بالتشجيع الأخلاقي الرياضي الذي يعبر عن حضارة الشعب السوري والجمهور السوري الطيب. طيب بدي تخليك معي أستاذ محمد. نعم. بدي اتجه لأستاذ عمر. بصراحة هل يفترض رابطة المشجعين أن تعرف كل هموم النادي؟ يعني مثلا أنا عندي وعنوان قبل شوي قرأته، نادي الوحدة خلافات مع فرع دمشق واتهامات بمخالفات إدارية واستثمارية والإدارة تبرر. هل لديكم إجابات أو معلومات؟ طبعا طبعا. يعني مفترض رابطة المشجعين تعرف؟ هلا طبعا، لأنه رابطة المشجعين كمان بدها تنقل وجهة نظر الإدارة للجمهور، لأنه الجمهور أحيانا دائما إعلاميا بيكون بيتابع بشكل جزئي، ما بيتابع الصورة بشكل كامل. نحن دائما عنا اتصال مع إدارتنا، صار عنا مسؤول إعلامي ناطق إعلامي باسم الرابطة، صار عنا عم نجهز لموقع انترنت. السنة الماضية سوينا نشرة عم نوزع للجمهور. الجمهور لازم يكون يعرف هذا بده مصاري. منين بتجيبه؟ هلا أول شيء نحن النادي اتخذنا قرار الرابطة إنه يكون دعمنا مثل من المحبين. رئيس النادي دائما بيدعمنا، من خارج النادي بيدعمنا منه، رئيس الرابطة في دعم منه، في المحبين كتار، الأستاذ صفوان نظام الدين، الأستاذ غياث دباس، الأستاذ ملهم اللحام. الشركة الراعية بتدعمنا. أستاذ محمد من حلب، عندكم دعم لكم مطالب بالوقت المتبقي بتمنى تقلي؟ والله استاذي قبل ما اقول لك على الدعم، انا بايد الاخ الاستاذ الهاشمي اللي عم بيقول عن روابط المشجعين. نحن كروابط مشجعين يعني بعض الاحيان بنعرف شغلات في النادي ممكن ادارات الانديه اللي عم بتروح وبتجي خلال سنه ما تعرفها. انا متابع للنادي من عام 1973. في بعض الناس ما كانوا مثلا بالرياضه ولا كانوا بالاساس الرياضيين، نحن عندنا معلومات اكثر. بس بالنسبه للدعم اللي عم تقول، نحن بالنسبه لنا خاصه في هذا العام بنادي الاتحاد الدعم المادي انا برايي كان ضعيف،
وخاصة من قبل إدارة النادي. وأقول بصراحة بأن الجماهير الرياضية دائما هي مظلومة، وأنا راح أحكي بصوت الجماهير. أستاذي إدارات الأندية، بعض إدارات الأندية مهمتها بس جباية الأموال من الجماهير وما تهتم بالجماهير. وأكبر دليل شو بدكم محمد، شو بدكم يهتموا فيكم بسرعة؟ يا أستاذي يهتموا فينا مو يهتموا بالجمهور، يعني ما حول سعر البطاقة يصل سعر مضاف، وبالإضافة لبعض أصحاب العجلات مقتولة اللي عم حطوها على الأبواب اللي عم بيقتلوا الجمهور. نحن الجمهور بدل ما نهتم فيه ونرحب فيه ونهتم فيه، في دول الخليج بيعطوا الجمهور فلوس ليدخلوا على الملعب. لا يعني كمان هيك كتير، نحن بدنا نقول شغلة. بدنا اهتمام. محمد هلا هو الاحترام. بدنا نحكي مع أستاذ عمر بس شغلة. نحن عم نطالب بمجموعة من المطالب بنحددها بسرعة لأنه عم بيقولوا معي دقيقتين. سعر البطاقة إذا فينا ننزله للجمهور، لأنه دائما جمهورنا الرياضي فتي. نعم. هو من النوع الفتي اللي ما بيعمل. إذا فينا ننزله على الجمهور، آلية الدخول على الملعب تكون حضارية بشكل أكثر، هذا بالتنسيق مع قوات حفظ النظام. التنسيق دائما يكون بين الأمن الملعب ورابطة المشجعين لأنه هي الأدرى بتشعبات. هل رابطة المشجعين حاضرة دائما بكل مباراة؟ دائما بكل مباراة داخل دمشق وخارجها. أبو عباية عم تسمعني؟ في أكيد واضح رابطة المشجعين دائما، ونحن دائما الحمد لله موجودين. طيب السؤال الأخير لحضرتك، ليش بنخجل كعيال نروح نحضر مباراة بملعب؟ كيف؟ ليش بنخجل كعيال نروح نحضر مباراة بملعب من المسبات اللي بنسمعها؟ أستاذي نحن معك بها الكلام. طبعا بعض القلة يعني لما بيكون في قرارات حكام ظالمة أو بيكون في أخطاء أو العمال تتعرض الجمهور عم بتعرض على ضغط على الأبواب، بيجي بيفوت على الملعب الشحنة بيفضيها جوا بالملعب، ونحن ضد الفكرة وضد الشيء. ونحن إن شاء الله اعتبارا من الدوري القادم الموسم القادم بالتنسيق مع روابط مشجعين الأندية كلها والجماهير السورية بندعي جميع الأطياف وجميع أخوتنا وخواتنا يجوا يحضروا المباريات، وإن شاء الله تعالى الرياضة محبة والرياضة أخلاص. شكرا كثير لك سيد محمد أبو عباية رئيس رابط مشجعين نادي الاتحاد والمنتخبات الوطني. كنت أكيد راح أعمل معك اتصال أو استضيفك بالاستوديو لأنه نحكي كثير عن تشجيع المنتخبات الوطنية السورية. في فكرة بس بدي أختم معك نختم تفضل. السيد سليم جواد هاي السنة ساوى كتير مبادرة حلوة، صرنا قبل مباريات مع الفريق الخصم نجتمع روابط المشجعين دائما. انتو الخصم تماما والله منيح، يا اما بنادينا يا اما بناديهم نروح نسلم عليهم، نتفق على آلية للترحيب بالفريقين. كانت ناجحه كثير كثير، بتمنى تتعمم على كل الانديه السوريه. واحيانا كانوا مثل الاخوه بنادي الكرامه يساولنا حفل جاتو قبل المباراه، كانت كثير حلوه وكانت ناجحه وفكت الحساسيه كثير بين الجمهور. ممتاز، بتمنى تتعمم على كل الانديه السوريه. دعوه اذا لكل روابط المشجعين انه يلتقوا مع بعضهم مباشره قبل المباراه، بركي ان شاء الله هيك ما بنسمع بقى كلمات بتخلينا ننفر من الملاعب، وان شاء الله بيكون جمهور معبي الملاعب بالدوري القريب اللي سينطلق. شكرا، اشكر استاذ عمرو الهاشمي امين سر رابطه مشجعي نادي الوحده، وايضا رئيس رابطه مشجعي نادي الاتحاد السيد محمد ابو عايل اللي كان معنا شاركنا الحوار عبر الهاتف مباشره. الى صور ميجا بيكسل قبل الختام. هنا الشام. ثلاث صور ملتقطة بفنية عالية استضادتها كاميرا محترف تخرج ميجا بيكسل عن هدفه، وهو دفعكم لالتقاط ما يستحق لنعرضه، لكنها تعطينا مجالا للتأمل برسالة هامة تركبها ثلاث صور، الأولى عن رصيف، والثانية عن حمام الشام، والثالثة عن قبلة دمشقية تحملها وردة بيد طالب رزق، والرابط قد تجدونه أنتم وترسلوا إلينا. تابعونا الأسبوع القادم أينما كنتم عبر الفضائية السورية، وبإمكانكم متابعتنا عبر صوت الشباب FM إذا تعذر عليكم البقاء في منازلكم. كل الشكر لمن تابعنا من فريق العمل ومني أنا أمجد طعمة. إلى اللقاء.